يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه النادي الاهلي زي ما هو نادي الانتصارات فبطبيعه الحال هو نادي الفرحه، نادي الاحداث والفعاليات الفنيه المختلفه اللي الحقيقه ليه معاها تاريخ طويل وعريض. احنا هنتكلم معاكم من خلال هذه الفقره عن امور نادره، هنشوف مع حضراتكم من خلال هذه الفقره صور نادره وفيديوهات نادره، ونرجع كده بالزمن لمرحلة العشرينات والثلاثينات وانت طالع، مش كده برضو استاذ محمد؟ احنا منورنا الاستاذ محمد مصطفى، هو مسؤول وحدة الافلام الوثائقية بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك، وبنتطلع بقى للفقرة دي اللي هتكون مليانة كنوز من الذكريات. صباح الفل عليك. صباح الورد عليكم. صباح الخير، اهلا بيك، مبسوطينك معانا بقى، يعني كنز النوستالجيا والذكريات فعلا، وعايزين نستفيد ونستغلك في نفس الوقت. استغلي ونرجع بقى، خليني اتكلم، احنا دايما نتكلم عن النجوم لكن عايزين نتكلم بقى عن اكبر مشجعي كمان الاهلي، لان دي حاجه برضو اعتقد الناس تحب تسمع عنها، وبنتكلم هنا عن الشيخ حسن اللي هو كان من زمان من اكبر مشجعي النادي الاهلي. خلينا نعرف كده قصته في البدايه. هو الشيخ حسن اصلا الناس تعرفه اكتر حاليا بانه كان منشد ديني وقارئ القرآن الكريم، ان هو بدأ كده، كان من مواليد الباجور في المنوفية، وكان ده الشيخ حسن، احنا معانا صورته برضو. وكان وهو صغير اصيب بالعمى، وزي اغلب نجوم الاجيال دي كانوا بيطلعوا بالصدفة. ففي احد الموالد غابت الفرقة اللي هتنشد، فهو طلع شال الحفل كله. بعدها في افتتاح مدرسة المعلمين كان حاضر وزير التعليم كمال الدين حسين، وطلع أنشد قدامه وتنبأ ليه بمستقبل كبير قوي. كان بيحب النادي الأهلي، وكان دايما يحب يسمع صوت الله يرحمه كابتن علي زيور لما بدأ تعليق في الراديو في الستينات. في الوقت ده كان الشيخ حسن بيروح التلفزيون عشان خاطر يمتحن يبقى منشد ديني ومؤذن. فقابل الاستاذ فهمي عمر وساله عن تليفون الكابتن علي زيور، وفعلا خد تليفونه واتصل بيه. وكان الاهلي في الوقت ده كان المستوى متراجع شويه، وكنا بنلعب نهائي كاس مصر سنه 66، والشيخ حسن صمم ان لازم ينزل الملعب قبل الماتش. كابتن علي قديل كان رافض، لكن اللي هو علي زيور سمح له ينزل الماتش. هو كان عايز ينزل يعمل ايه برضه؟ هو كان مبروك. تمام. وكان لانه قبل الماتش كمان سالوه، وكانوا قلقانين جدا ان الاهلي من سنه 62 ما خدش بطولات. احنا بنتكلم 66 4 سنين كتير. فسالوه الاهلي، قال الاهلي هيكسب 1-0 قبل الماتش. فلما الاهلي كسب 1-0 تباركت بيه جميل، واصبح تعويذه زي ما بيقولوا فسوخه، وكان له هتافات جميله جدا، لانه ما كان بيروح كل الماتشات وما كانش بيشوف، فكان بيحط راديو ترانزستور على ودانه. وكان دايما حتى مثلا بيكون في هجمة على الاهلي يقول يا منجي، وكانت الجمهور كلها ايه يعني ايه تتفاعل معاه يعني. وبعدين هو له شويه اغاني ظريفه جدا، كان دايما بيغنيها في المدرجات قبل ما يغنيها كاغنيه موسيقيه. هو بعد كده طبعا احترف الانشاد الديني وترك مجال الهتافات والتشجيع، وكان له حادثه ظريفه جدا مع الرئيس السادات الله يرحمه. في احد مش فاكر الواقعه بالظبط، كانت احتفاليه كانت ايه، لكنه حضر معاه وكان معاه الشيخ الطبلاوي، وهو كان دمه خفيف، والسادات الله يرحمه كان ابن يعني زي ما بيقولوا كده ابن نكته يعني. طبعًا. كان فعجبه جدا اسلوب الشيخ حسن، خصوصا انه الافيه عنده عالي قوي، فاداله هديه عصايه الابروس بتاعته وفضلت معاه لغايه ما مات. يمكن في حاجه، الشيخ حسن مات في نوفمبر 2018، من سنتين بس يعني، مؤخرا. مؤخرا. في الوقت ده كان معاه دايما احنا نعرف يمكن الحاجه دولت الله يرحمها كانت دايما تطلع في المدرجات تشجع النادي الاهلي، اللي هي تقريبا عملت دورها عبله كامل في الفيلم حاجه زي كده يعني. لكن في بقى الحاجه عواطف كانت اشد منها كمان، كان دايما مع الشيخ حسن. فده كان الجو اللي هو كان جو الجماهير بتاعه. يمكن لو هنسمع الاغنيه اللي غناها الشيخ حسن للاهلي، الشيخ حسن قاسم، هتلاحظ كلها رسائل مش مجرد اغنيه شعبيه. الكلمات نفسها هتشعر فيها رسائل موجهه، رسائل عن تاريخ وقيمه النادي. فده اللي نقدر نتكلمه باختصار شديد عن الشيخ حسن. الحان ونغمات الزمن الجميل. وعلى فكره المرحله الزمنيه دي عموما معظم الاغاني واللي تعتبر طبعا معظمها نادر، ان ما كانش كلها يعني بيتقال عليها نادره، مش مطروقه قوي، مش مسموعه قوي في الفتره اللي احنا فيها، بس كلها اغاني متخدم عليها حلو.
يعني كلمات لطيفة، ألحان وتوزيع، وتحس إن فرقة موسيقية كاملة، مفيش استسهال. طرب. طبعا طبعا. بالظبط. والله بص أقول لك على حاجة، هو الفترة دي بتاعت الخمسينات والستينات كانت زاخرة جدا بالمواهب الأدبية والفنية، طرب وموسيقى وكتابة وشعر وزجل كل حاجة. صحيح، وكان نجوم كل المجالات اللي حضرتك ذكرتها دي كلهم من مشجعي ومن عشاق النادي الأهلي، ففي أسماء تقيلة كمان. هقول لك على حاجة، هو في تاريخ النادي الأهلي كان عنده حفلة سنوية، ودي كان غالبا بتعمل في الأوبرا. أوكي. كان في شهر أبريل. كانت بتتناسب مع مناسبتين، عيد النادي الأهلي في 24 أبريل، ودايما كان شم النسيم، فكانت بتتعمل حفلة واحدة. لكن هو المثير ان النادي الاهلي، يعني مثلا لما تسمع يوسف وهبي يقول لك ان انا اول مونولوج قلته في حياتي كان عندي 12 سنه. 12 سنه، ولما تسمع المونولوج لما هو قاله وهو كبير، لا مونولوج طفل اللي بيقوله. طيب هو كان مواليد كام؟ 1898. لما ترجع لتاريخ الاهلي تلاقي اول حفلات بدات فعلا 1910 في النادي الاهلي. وكان كان دايما بيتعمل حفله شهريه وندوه اسبوعيه، كان بيعملها فكري بيها باظه وخد البشاوي بعد كده طبعا. فمثلا هقول لك على حاجه، كان في فريق تمثيل في الاهلي، كان في مين مثلا؟ كان في حسن فايق. طبعا حسن فايق معروف الكوميديان الجميل. الكوميديان الجميل. كان في الممثل الكبير احمد سالم. طبعا احمد سالم كان درس طيران في انجلترا. وكان ممثل لو احنا نفتكره كويس، عمل فيلم الماضي المجهول مع ليلى مراد. وطبعا بعد كده اتجوز مديحه يسري وكريمان، وهو اكتشف كريمان على فكره. كاميليا، اسف، اكتشف كاميليا. ده الفنان احمد سالم. الفنان احمد سالم ده كمان حاجه، احمد سالم هو اول واحد في لما افتتحت الاذاعه المصريه قال هنا القاهره. طبعا. وبعد كده هو اللي طلعت حرب كلفه يعمل استوديو مصر. فكان ممثل ومخرج. طبعا. كمان كان عندنا برضو في النادي الاهلي عبد الوارث عصر من ضمن فريق التمثيل، بتتكلم في الثلاثينات. وكان في فريق تمثيل اللي في النادي في النادي الاهلي. ممكن لسه. طب كان عندنا، كان في حد تاني بقى كان بدا حياته مونولوجيست وبقى فنان كبير قوي، مونولوجيست، كان انور وجدي. يا طبعا. انور وجدي بدا مونولوجيست في النادي الاهلي. المعلومه دي جديده عليك. اوكي. وعلى فكره بعد كده كان دايما بيحضر المباريات النادي الاهلي مع ليلى مراد، ومش بس الماتشات، لا ده كان في صور ليه في حمام السباحه بيتابع المسابقات السباحه. أوكي. يعني كان عضو قديم. كان في كمان بقى محمد عبد القدوس. محمد عبد القدوس والد الجد تكلم على الكاتب الكبير احسان عبد القدوس. اوكي. وطبعا محمد عبد القدوس كان له لقطه شهيره قوي في فيلم ليالي الحب مع عبد الحليم حافظ وعمر فريد، اللي هي لقطه اللي كان مليونير اللي غنى له عبد الحليم يا سيدي امرك امرك يا سيدي. اوكي. ده برده كان ده على فكره محمد عبد القدوس كان رئيس فريق التمثيل في النادي الاهلي. ويعني دي من الحاجات حلوه الاغنيه دي، انا فاكراها. طبعا بحبها قوي. في حاجات كتيره كانت في تاريخ النادي الاهلي، يعني مثلا حتى لما جينا بعد كده كانت دايما الست ام كلثوم بتغني في ليله العيد. ودي مش مره ولا اتنين، اغلب الاغاني الدينيه اللي غنتها ام كلثوم كانت في ليله العيد الكبير والصغير في النادي الاهلي. حلو. كان سنويا ليها حفل سنوي او مرتين في النادي الاهلي. عبد الحليم حافظ لما غنى زين النوادي. وغنى في النادي الاهلي اول لقطه، اول اغنيه لما غنى اول مره اغنيه حبيبها كانت في النادي الاهلي. اول مره ليها كانت في النادي. وكان معاه اغنيه انا كل ما اقول التوبه، بس كانت ثاني مره يقولها. برضه كانت نجاة الصغيرة اما غنت عيون القلب وغنت ايا زنوق برضه في النادي الاهلي. كان في ليلى نظمي ودي عملت اغنيه للدوري. وكان محمود شكوكو. حاجه ثانيه بقى، الفنانه الكبيره شاديه. شاديه كان لها وضع مختلف شويه، هي كانت عضو النادي الاهلي. وساعه ما اول مره كانت في فريق التمثيل وهي صغيره، لما بدات اول تعاقد ليها عشان تبقى ممثله عملوا لها حفله في النادي الاهلي. بشاديه دي بنت النادي الاهلي اللي بقت ممثله. لما جينا في السبعينات كان طب ممكن نطلب طلب؟ اتفضل. قبل ما نخش على السبعينات عشان بس هم بيلحوا، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. فاصل وهنرجع نكمل مع الاستاذ محمد. اتفضل.
مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، والحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى ونوستالجيا الاهلي. لكن قبل ما نستكمل يعني الحديث، خلينا نروح دلوقتي للسويس ومراسلنا العزيز فاروق صلاح. هو دلوقتي موجود في مقر الفرقه وعايزين نعرف منه كده الكواليس هناك وينقل لنا المشهد حي عنده. فاروق صباح الخير، بنصبح عليك انا وكريم في البدايه. صباح الخير عليك يا هوند، صباح الخير عليك يا كريم، يعني كل التحيه وصباح الخير لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما صباح الانتصار وصباح بطولات جديده ان شاء الله تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. عايزين يعني بص عايزين كده كاننا بالظبط قاعدين معاكم في مقر الاقامه، انقل لنا الكواليس دلوقتي. الفريق الاول بيعملوا ايه بالظبط؟ اليوم هيمشي ازاي لغايه موعد المباراه؟ اتفضل يا فاروق. يعني خلينا نهوان داخدك من البدايه، من المران الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان بالامس، وكان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للمران واجتماعه مع اللاعبين، واكثر من رساله ارسلها الكابتن محمود الخطيب للاعبين. ويعني الكابتن محمود الخطيب شكر اللاعبين واثنى على اداء اللاعبين، لكن الرساله والنقطه المهمه جدا اللي كلنا بنقف عندها طبعا الكابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللاعبين لما قال احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الاحتفال والفرحه ما بتاخدش مننا وقت كتير، لاننا دايما احنا بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده يعني بطوله جديده وتحدي جديد. النهارده فريق النادي الاهلي في تحدي جديد، في مواجهه امام فريق النادي الاتحاد في الدور نصف النهائي. طبعا بالامس عقب المران الاخير لفريق النادي الاهلي اعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمه تضم 22 لاعب لهذا اللقاء. قائمه بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وبدر بنون وايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني وعربي بدر، عمرو السلية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، كهربا، مروان محسن، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر. طبعا هنشوف النهاردة إن شاء الله ظهور أول وجديد للعناصر المنضمة حديثا للنادي الأهلي، سواء بدر بنون أو طاهر محمد طاهر، وأيضا عودة ناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق من الأعارة. فريق النادي الأهلي كان تحرك بالأمس في تمام الساعة 5:30، وصل لمدينة السويس وفي مقر إقامة فريق النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30، تناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة 8:30. فريق النادي الأهلي أو مقر الفندق اللي يعني بيقيم فيه فريق النادي الاهلي بيبعد عن ملعب المباراه بمسافه 10 دقائق في احد يعني الفنادق المطله على قناه السويس. نقدر نقول او هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم النهارده. فريق النادي الاهلي تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4:30، ثم التحرك هيكون لملعب المباراه في تمام الساعه 6:10. يعني عقب وجبه الافطار زي يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيها نهواند كان انهى فريق النادي الاهلي وجبه الافطار، اجتمع مستر بيتسو موسيماني وجميع افراد الجهاز الفني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وميكيلي يانكو مدرب حراس المرمى وكيفن جونسون المدرب العام وايضا موسى ماتابيلا وكابيلو، تناقشوا على المباراه مع الكابتن احمد سليمان محلل الاداء طبعا الوقوف على بعض النقاط الفنيه. ومستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين نهواند اللي دايما يعني بيفتح مجال باب الحوار دايما مع افراد الجهاز الفني، يعني جلسه استمرت لاكثر من 15 دقيقه. طبعا حديث مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين او مع افراد الجهاز الفني عن اهميه المباراه واهميه المرحله القادمه. طبعا عندنا تحدي جديد، عندنا بطوله جديده، دي دوافع، وان انا بخلق دوافع جديده وبجدد الدوافع للاعبي النادي الاهلي. ايضا كان الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن طاقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيدير هذا اللقاء بقياده محمد معروف حكم الساحه، يعاونوا في هذا اللقاء سمير جمال ومحمود ابو الرجال وحكم رابع عبد العزيز السيد، محمود دسوقي لحكم الفيديو ومساعد حكم فيديو محمد يوسف. انا معاك يا نواندي لو في اي استفسار او اي تساؤل، او هنتكلم ايضا على غيابات لعيبه النادي الاهلي. طبعا قول لنا يا فاروق لو تعرف برضو موضوع الغيابات، يعني نحب نعرف منك اي تفصيله موجوده عندك، اتفضل.
بالظبط يعني هواندي. طبعا النادي الاهلي كان اجرى مسحه يعني اول امس للاعبين، طبعا ثبتت سلبيه مسحه جميع اللاعبين اللي موجودين معانا في القائمه. طبعا وليد سليمان واليو ديانج، بيستمر غياب وليد سليمان واليو ديانج ايضا ومحمد شريف عن هذا اللقاء بعد يعني ايجابيه المسحه، لكن هيتم اخذ مسحه اخرى للاعبين ان شاء الله تطلع المسحه سلبيه، ينضم اللاعبين معاها ان شاء الله لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لو هكلمك ايضا عن درجه الحراره الموجوده هنا في مدينه السويس، احد يعني المدن الجميله جدا في جمهوريه مصر العربيه، درجه الحراره دلوقتي بتتراوح ما بين 21 ل 20 درجه مئويه. من المتوقع والمنتظر ان درجه الحراره اثناء المباراه تكون 18 درجه مئويه، الجو مشمس، الجو اكثر من رائع. زي ما قلت لك يا نهاوند ان الفندق بيبعد عن ملعب المباراه 10 دقائق. اتكلم ايضا على كواليس المباراه ومباراه الاهلي والاتحاد واهميه المباراه. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي خلاص، النادي الاهلي بطل دوري، بطل دوري ابطال افريقيا، لكن النادي الاهلي ايضا حريص ان هو يجمع ما بين الثنائيه كاس مصر وبطوله الدوري، خاصه بطوله كاس مصر بطوله يعني بقى لها 3 سنين بعيده عن النادي الاهلي. طبعا مواجهات النادي الاهلي والنادي الاتحاد في كاس مصر، جمعت الاهلي والاتحاد 34 مباراه، الاهلي فاز في 23، نادي الاتحاد فاز في 6 لقاءات، والتعادل كان في 5 لقاءات. من الامور المهمه ايضا يا نهاوند، انا عايز يعني اكلمك على الاجراءات الاحترازيه، الاجراءات الاحترازيه المتبعه ايضا هنا من اداره الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي، تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه وعمليه التعقيم المستمره، بجانب ان النادي الاهلي ايضا بيتولى هذا الامر وبيضيف من عنده موجود عامل بيتولى هذا الامر للتعقيم والاجراءات الاحترازيه. من الامور المهمه جدا اللي احنا بنشيد بيها من خلال هنا موضوع تشديد الاجراءات الاحترازيه واتباع كل وسائل الوقايه، سواء في مكان المطعم اللي بيتناول فيه اللاعبين او غرفه الاجتماعات، كل الامور هنا على مرام ان شاء الله يا نهاوند. ان شاء الله يوم يبقى مهم ومميز لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله يتجاوز النادي الاهلي عقبه فريق الاتحاد، ثم ان شاء الله يصعد ليه المباراه النهائيه لكاس مصر ويكون الفوز حليف النادي ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله نجمع ما بين الدوري والكاس. تعودوا باذن الله سالمين ومنتصرين يا فاروق باذن الله، وتغطيتنا كده كده مستمره مع حضراتكم على مدار اليوم. شكرا ليك زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح، وتغطيه يعني اكثر حقيقي من رائعه. طيب. انا بس هقول اخر حاجه تعقيب برضو، فعلا الجمله اللي قالها في فكره ان كابتن محمود الخطيب لما تحدث ان احنا بنفرح، بس فعلا الفرح عندنا ما بياخدش وقت طويل، ان احنا بننظر لما بعده، يعني فعلا احنا خلاص يعني فرحنا بما فيه الكفايه، دلوقتي بقى حان الوقت ان احنا نركز في البطولات اللي جايه. كل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول كره القدم في الاهلي. نرجع بقى نكمل كلامنا مع استاذ محمد مصطفى، كنا بنتكلم سوا في فاصل سابق عن ان في الزمن ده، الزمن الجميل، كنا بنشوف يعني كبار الاسماء وكبار النجوم والنجمات قاعدين في المدرجات اثناء يعني مباريات مختلفه للنادي الاهلي، وما كانوش يعني بيعملوا زي ما بعض النجوم الحاليين يقول لك بيخفوا انتماءاتهم خوفا من ان هم يفقدوا جزء من الجمهور، دول كانوا بيبقوا حاضرين وبيعلنوا دايما عن دعمهم للنادي الاهلي، واتقل واهم الاسماء في دنيا الغناء والطرب بيبقوا دايما حاضرين. وطبعا برضو التفصيله اللي كنا بنتكلم فيها، فكره ان الشغل الجامد اللي كان معمول في تفصيله الاغاني اللي اتعملت للنادي الاهلي على سبيل الاحتفال، زمن كان مميز جدا. بص، هو الزمن ده كان يمكن بيتميز بحاجات كتير قوي في الناحيه الابداعيه، يعني مثلا لما تسمع الاغنيه تشعر ان حد رايق قوي كتب، وحد رايق برضه لحن، صحيح، وحد رايق كان بيغني، صح، وناس رايقه بتسمع، يعني الدنيا كلها كانت دي من ملامح الزمن كله على فكره. لكن هو في حاجه تخص النادي الاهلي خصوصيه شويه، ظروف نشاه النادي نفسه عملت الاهلي خصوصيه، جعلته مجتمع داخل المجتمع، مجتمع بيشمل كل طبقات الثقافيه، انه يعتبر كان اول نادي شعبي في القاهره. الانديه في القاهره ما كانتش شعبيه في الوقت في التوقيت دوت، يعني كان الترسانه لنا نادي الورش، كان الزمالك نادي المختلط، كان نادي السكه الحديد، ما كانش لسه نشاه الانديه بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. كمان مكان النادي، الطبقه اللي كانت بتبقى موجوده في النادي هي اصلا كانت طبقه طلبه، بقوا حاليا طبقه الوسطى، بقوا فنانين ادباء، صحيح، وبشوات. شكرا لك. فريق قران، فريق قران بالظبط كده. الله بصدق على النبي. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الفنانه شاديه، الفنانه شاديه صلاح كانت حاله خاصه، لانها كانت هي يمكن كانت اللي احنا اتكلمنا عنهم كانوا هم انتموا للنادي وهم بقوا ممثلين. هي كانت عامله زي الفنان يوسف وهبي، نشات من النادي الاهلي واتعمل لها حفله اول لما مرت اول عقد تمثيل. في السبعينات كانت في ظروف ماليه شويه في النادي الاهلي،
فكانت بتتبرع هي بتعمل اغاني علشان دعم النادي الاهلي ما تاخدش فيها فلوس. وكانت حتى النادي الاهلي اهداها درع النادي. فنانة شادية عملت الكلام ده مرتين ثلاثه في السبعينات. في حاجات برضو بص اقول لك على حاجه، تاريخ الاهلي نفسه كل ما تخش فيه شويه وتشعر انك انت عرفت تلاقي نفسك عامل نزلت بحر عميق جدا. صحيح. انت عارف توصل اخره تحت. صحيح. ولا عارف تعدي الناحيه الثانيه. في تفاصيل كتير كل يوم. يعني اما تعرف ان الفنان بديع خيري، والد طبعا الفنان المسرحي بديع خيري، اصلا كان مؤلف مسرحي كبير طبعا طبعا، عمل مثلا جميع مسرحيات نجيب الريحاني، وعمل فيلم انتصار الشباب بتاع فريد شوقي، عمل مونولوج للاهلي هو كان مؤلف بيتكلم فيه. انت عارف في الوقت ده الاهلي كان هو اللي بدا تمصير الرياضه المصريه. فقال ايه في المونولوج دوت؟ بيقول يعني يمكن هي باللهجه طبعا بالزجل القديم، يقول هي الرياضه، هي الرياضه ايه قبل ما يتمشي؟ هي او يسال هي الرياضه قبل ما يتمشي، كان في البلد دي اسمها ينذكر، جاهد لوحده وزهزهت بعضشي، ولا كانش حد في امرها يفتكر. اما النهارده ان كان مجالها مشي ما يكونش غير الاهلي شيء يتشكر. لانه كان بلاغه واضحه في الكلام بقى، واضح جدا. وطبعا بيتكلم باللهجه زمان برضو كانت اللهجه العاميه والمفردات. بعضشي يعني بعض الشيء يعني. طبعا كان ليهم بعض المصطلحات اللي هي مختلفه عن النهارده يعني. فده كان بديع خيري. لكن في واقعة شهيرة جدا بقى ويمكن ما خدتش حقها قوي، لما منتخب مصر وصل كأس العالم 34 ثلاثينات كان النادي الأهلي استقبل الفريق القومي في احد، عمل له احتفال، وكان بقى عضو فريق التمثيل اللي احنا ما قلناهوش، سليمان بيك نجيب، فنان سليمان نجيب طبعا. فقام قال برضو زجل تاني، كان حاجة مختلفة شوية. كان قال في ايه بقى؟ قالوا قبل ما نروحوا كاس العالم بيقول يا ما نفسي هني التتش يوم عن قريب وهو راجع من السفر من جلي، شايل كاس العالم واول خطيب يستقبله بتحيته الفلالي، محسوبكم انتوا الكل سليمان نجيب، واهتف واسقف واعمل ابو علي، وحلي بقكم بالملبس واجيب مزيكا وارقص كل ما تدق لي. الله. هو طبعا الزجل في الوقت ده كان كده يعني، وهو الزجل كان حاجة مختلفة شوية. كل الفنانين دول بدأوا غالبا مونولوجيست. بقول لك يوسف وهبي قال مونولوج أول ما طلع، وكان ما كانش فيه تمثيل غير حاجات، لدرجة حتى ما كانش فيه ممثلات. كان فيه بقى أحيانا تسمع في العش في 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 العقد الثاني اللي هو من 1910 لغاية 1920 كان في بعض الرجال بيقوم بأدوار السيدات، لأن ما كانش لسه. وكانت البداية اللي بدأت فتحت الباب ده كانت بديعة مصابني، كانت أول ممثلة فرقتها الشهيرة بالظبط كده. فاللي عايز أقوله في المكان ده إنه النادي الأهلي ما كانش مجرد نادي كرة قدم. كرة القدم دي على فكرة تالت فكرة إنشاء النادي الأهلي كمكان يسع الطلبة في الرياضة. كان نادي مجتمع ثقافي، رياضي، فني، أدبي، في كل حاجة. جميل جدا. بص بقى يعني استاذ محمد، الفقره دي خلصت لكن الحديث عن الاهلي مستمر وما بيخلص، فعايزين حضرتك تنورنا الاسبوع الجاي ونبتدي بقى كمان ممكن نرجع لنشاه النادي الاهلي. دي تبقى جميله كمان ان الجمهور يعرف ازاي انشئ، ومش فكره بس 1907، احنا عايزين نعرف التاريخ والشخصيات والكواليس، وتم بفلوس مين، وايه المشاكل اللي كانت بتواجه وقتها يعني اصحاب الفكره اصلا. فايه راي حضرتك نعمل ده الاسبوع الجاي؟ هو لا، هي دي فكره جميله، بس هو مشكله انت عارف حضرتك لما تتكلم عن النشأه، بس تفاصيل النشأه باختصار كمان هياخد وقت طويل. هنقسمها يعني، احنا هنقسمها. المهم ان احنا نكون مع حضرتك ونستمتع بالفقره دي، لان احنا نورتنا حقيقي النهارده. شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا لوجودك معانا وكلامك شيق كالعاده، وان شاء الله كلام هيستمر الفتره الجايه باذن الله. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه ل10 الصبح في الاهلي. اتفضل.